يحتفل العالم يوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع بشكل عام، وذلك بعد أن بلغت كلفة الفساد ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد احتفلت مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث نظمت هيئة الرقابة الإدارية هذا العام ندوة تثقيفية بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع، حيث أكد السيد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على دعم القيادة السياسية لكافة جهود الهيئة في التصدي لقوى الفساد، كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وإنجازاتها في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي بدأت تؤتي ثمارها في دعم خطط التنمية المستدامة والتي تواكب إعلان الجمهورية الجديدة في تكفيف منابع الفساد وتحقيق مبدأ الوقاية والمنع. وفي ذات السياق نظمت الهيئة العديد من الندوات التثقيفية بمحافظات الجمهورية للتوعية بمخاطر الفساد وتأثيرها على المجتمع بمشاركة السادة المحافظين، وإيماناً بدور الشباب والذي يمثل النسيج الأكبر في المجتمع والساعي بكل فئاته وعناصره لمقاومة كافة أشكال الفساد، فقد تم تنظيم عدداً من الفعاليات الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تواكب احتفالات مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي كانت من بينها رياضات كرة القدم والإسكواش وتنس الطاولة والكرة الطائرة بمشاركة قيادات وأعضاء الهيئة وطلبة الجامعات ونجوم الرياضة والفن في هذا الحدث العالمي تحت شعار احفظ حقك، العب دورك، كل للفساد.